بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، كديري؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين؟ صحتكم لاباس؟ أموركم على خير وبخير؟ كنتمنى إن شاء الله بإذن الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال والظروف إن شاء الله بإذن الله. واللي شاف الفيديو ديالنا ما تنساوناش من اللايك، الله يسهل عليكم، فضلا منكم وليس امرا. اخوتي الاعزاء، ما تنساوناش من لايك وبارطاج الفيديو فضلا وليس امرا، باش تدعمونا القناه ان شاء الله باذن الله. تشجعونا، شجعونا اخوتي شي شويه، ديروا لايكات للفيديو، الله يسهل عليكم، فضلا منكم وليس امرا. هذا الشيء اللي كاين اخوتي الاعزاء. هذا النهار ان شاء الله باذن الله غنشارك معكم سله اللي عندي انا واحد صاحبتي، صراحه ماشي ليا، عندي لها ان شاء الله باذن الله الاسبوع ان شاء الله باذن الله. راه عاتي ولاد الله يفك على خير، وعندي السلو ديال الصباح ان شاء الله. قالت لي خلطيه لي، قلت لها راه نخلطلك على راس العين. مرحبا، اللي عنده شي سلو راه خوتي نصاوبو الله يفك الوحده اخوتي اللي كتشوف هاد الفيديو هادي وتكون محوله، الله يفك على خير وربي خير يا ربي، وتعطيها الذريه الصالحه. واللي ما عندهاش الوليدات الله يفرحها ويفك حزامها على خير يا ربي، ويعطيها الذريه الصالحه ان شاء الله باذن الله. واللي مريض الله يشافيه كالعاده، ودعي ولد الخير الصراحه، ديما ندعيو مع بعضياتنا. اللي مريض الله يشافيه، واللي باغي شي حلم يا ربي تحققوا له، كل واحد صراحه وشنو ناوي في خاطره. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يحقق الامنيه ديال كل واحد، اللهم امين يا ربي. هادشي اللي كان اخوتي الاعزاء، غنشارك معكم ان شاء الله باذن الله. واللي عطاتني الصراحه الفون ديالها، المهم صاوبتو لها داكشي اللي كتب الله، حتى هي مسكينه، المهم على قد حالها صوبت على قد جهدها. هنا عندي كاوكاو، انا صراحه حمرت هادشي كله، نقيته وحمرته. كاين هنايا كيلو ديال الكاوكاو الاحمر، هانتوما كما كتشوفوا، واخا الصراحه سمحوا لي الكاميرا راها بعيده شويه. كاين الكاوكاو الاحمر، كاين هذا كاوكاو البيض، عندها كيلو ديال الكاوكاو البيض وكيلو الكاوكاو الاحمر، بجوج نقيتهم ودخلتهم الفران تحمروا على خاطرهم على عافيه مهيله، حتى كياخذوا هذا اللون هذا الذهبي. هذه الجنجلان حتى هي نقيتها وحمرتها، مع الصراحه جابتهم نقيقي زويول. هذا عنده كيلو ونص ديال الجنجلان. هذا العسل، قالت لك هي كدير سلو العسل، انا ما كندير له الصراحه العسل، المهم سلو ديالي، ولا مني هي بحكم عندي لها داكشي ديالها. هذه مسكه الحره عاد عندقها، هذا الماء زهر، خرجت هذه القريعه الصغيره هكا. هنا عندي القرفه مطحونه على اليد، هما كلهم حمرتهم، هذا واحد شويه دخلتهم في الفران سخنوا شويه وحمرتهم. هذه القرفه النافع، وهذه حبه حلاوه، وعندها هي البوزه. انا ما كنستعملش اختي البوزه في السلو، مهم اختياريه، الا بغيتو تستعملوها بغيتو ما تستعملوهاش، انا ما كنديرهاش، المهم هي قالت لي ديريها، نديرها وحيده من هذا الشيء هذا وصافي. دابا ان شاء الله باذن الله هادو كلهم كما قلت لكم طحنتهم غربلتهم، حيت خداتهم بلا خديناهم ماشي مطحونين، طحنتهم اسماء وغربلتهم. بعد ما نقينا كلشي من طبيعه الحال، ولينا كتا هي كما كتشوفوا هي حدايا، هادو ان شاء الله حتى هما غنطحنوهم. كنطحنو اختي نص طحنه، ما كنطحنوش يعني كاوكاو تاكي تطحن مزيان، غنطحنو لا نخلي شويه مهرمش، حيت هي هكاك بغاتو هادشي اللي كاين. والجنجلان يعني النص غنطحنو والنص غنخليه هكاك ان شاء الله باذن الله، النص في الجنجلان غنطحنو مزيان والنص غنخليوه هكاك. هادشي اللي كاين اخوتي العزاز، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله. راه قريب الشهر ديال رمضان ان شاء الله باذن الله، والله يدخلوا علينا في الصحيحه والسلامه يا ربي حبيبي. هاد العواشر يدخلها على جميع المسلمين في الصحيحه والسلامه، ونصاوبوا سلو ان شاء الله باذن الله. هذا سلو تقليدي مغربي كي كنصاوبوا في العاده ديالنا، مهم عادي. اللوز الصراحه ما عندهاش، ما دارش فيه اللوز، ديروا نتوما اللي عنده الصراحه الامكانيات تشريوا اللوز، هي مسكينه راه ما دارش فيه اللوز، المهم دارت هادشي هذا اللي قدات عليه وصافي. هادشي اللي كاين اخوتي العزاز، المهم غنطحنوا هادشي كامل، عاد دوز اسماء طحنوا في مولينيكس، وندوزوا باش نخلطوا معكم الطحين. الزيت راه حطيته، عفوا الزيت راه حطيته، كيسخن على البوطه كيطيب، حتى هو كنغليوه هكا شويه، كنغليوه حتى كيغلى باش كما كيبقاش فيه داك داك الطيبه ديال الخضوريه. الطحين حتى هو محرق، انا غنشارك معكم ان شاء الله باذن الله كلشي. خليكم معنا وتابعوا الفيديو وبارطاجيو الفيديو، الله يسهل عليكم مع الحباب والعائله والاصدقاء واللي عنده المنتدى يديرنا فيها. وشكرا لكم بزاف بزاف، وخليكم تتابعوا الفيديو ان شاء الله باذن الله. يلا خليكم معانا، وهانتوما كما كتشوفوا اخوتي العزاز، اسماء راه بدات كطحن هاد الكاوكاو ان شاء الله باذن الله، راه بدات فيه، حطيت لها هاد البانيو هنايا باش تبقى تطحن وتخوي فيه. راكم عارفين اللي كيبغي اللي يدير داك القوام اللي كيكون في السلو كيبغي يديرو مدهوق مزيان كيدهق القوام، واللي كيبغي يخلي داك التقرميله الصراحه هي من الاحسن. كتعجبني انا داك التقرميشه اللي كتبقى في كاوكاو والجنجلان، راكم عارفين كتعطي واحد لوكو الصراحه زويون، يعني طحنوه نص طحنه، كنت كنقول لها ما ت... يعني ما تطحنيش مزيان. هادشي اللي كاين، كتبقى تبرك شويه وتحبس، تبرك شويه وتحبس، المهم حتى كت يجي مقرمل كما كنقولوا، يجي مقرمش. واحد الوليد والجيران كيجي كيقول عطيني كاوكاو كيدور حداها.
الله يلا هو هادشي اللي كاين اخوتي العزاز. كنتمناكم ما تنساوناش من هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله. حنا هذا الفيديو اللهم لك الحمد دايرينه لوجه الله سبحانه وتعالى، وانتم ديروه لوجه الله وبارطاجيوه مع الحباب والعائله والاصدقاء. وما تنساوناش من اللايكات الله يسهل عليكم، والتعاليق ديالكم الزوينه المحفزه لمالا كتحفزنا باش نعطيكم المزيد ان شاء الله من الفيديوهات. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي العزاز، مع الصراحه هي مسكينه ثقيله وداك الشيء، وما قربات تولد مسكينه، وقالت لي بحكم قالت لي راه بقى كيجيني الحريقه تولد. الله يفك على خير يا ربي، وكل النساء يا ربي المسلمين اللي محولين معاها يا ربي تفكهم على خير. هذا الشيء اللي كاين اخوتي العزاز. صافي عن هذاك سميتو فهاد اللقطه اللي كانت فهاد اللحظه اللي اسماء كطحن كاوكاو، انا راه مشيت شديت هذاك الطحين حيت يلاه جبتو لي من سميتو من الفران، وعلى ما برد هكا الحمد لله خدا ما يكونش مازال سخون، وشديت هكا واحد الغربال ودرت البانيو اللي غنخلط فيه ان شاء الله باذن الله، وغربلته مزيان. خلاص هاد المواد هادو كلهم خلاص راهم مطحونين بالنسبه للسميته القرفه والسميته والنافع وحبه حلاوه. العسل هو كاين، المسكه الحره كنشدها هي واحد شويه هكا في الطبيط كندهقها مع شويه ديال السكر كلاصي وكنخلطها مع داك النافع. واحد الكوزه كنحكها، حكينا تقريبا شي وحده ونص اللي حكت اسماء، اتمنى هي واحد طريف درتهم تقريبا بجوج. صافي دابا من بعد ما طحنت كاوكاو سميتو غنخويه ان شاء الله باذن الله في البانيو على داك الطحين، وغنديرو ان شاء الله نتنات جنجلة قلت لنا نص طحنيه ونص خليه باش كتجي هو داك التكرميله فيه، الصراحه ما كيجيش يعني كله هذا لين. وشويه دارت الكميه ديال الطحين شويه بزايد، مهم هادشي اللي كاين صراحه. هاد الكميه اللي خص ديال سميتو ديال القوام، هاد 3 كيلو تقريبا، كاين 3 كيلو ونص من هاد القوام، كاين كيلو ونص ديال الجنجلان، وكاين 2 كيلو ديال الكاوكاو، كيلو ديال الاحمر وكيلو ديال الابيض. انا بالنسبه ليا كنخصها هي واحد 2 كيلو ديال الطحين هي اللي كنخصها. هادشي اللي كاين حيت هنايا تبارك الله نتوما غنوريكم كلشي، راه تبارك الله هنا 4 كيلو ديال الطحين اللي دارت. شوفوا الطحين تبارك الله واحد من الفران صراحه حمراته برا في الفران ديال الدرب، يعني جا واحد التحمر غزال صراحه، دار لها التحمر كيحمق. ونسيت ما قلت لكم السكر كلاصي شحال، هنايا نص كيلو ديال السكر كلاصي، وحيت داخل مع هذاك الطاسه ديال العسل زاد صراحه هو هذاك في الحلاوه. صافي دابا من بعد ما ضفت داك كاوكاو هنايا، راه ضفت كاوكاو على هاد الطحين، وانا غنبدا ندير المقادير شويه بشويه نتوريكم اسماء كلشي. هي قلت لها اجي شدي لي التليفون باش تصور لي، وانا كنغربل هنا فهاد البانيو صراحه هي اللي كتنفعني، كنخلط فيها السلو حيت هو خصو خوتي الدليك وخصو العليك وخصو القوه بصح. هادشي اللي كاين حيت كيبغي الدليك بزاف. صافي غربلت داك السكر كلاصي هنايا كامل، وصافي غنبدا ندير القوام. هانتوما كما كتشوفوا المسكه الحره راه درتها على هاد النافع، النافع هذا والمسكه الحره طحنتها مع شويه السكر كلاصي ودرتها هنا. هذه حبه حلاوه هي مطحونه صراحه، عاطين واحد الريحه ما شاء الله. درتهم يعني كاملين هنايا، راه يكونوا شي جوج معالق ونص ديال النافع والحبه حلاوه. هذه القرفه حتى هي عواد، جبتها عواد حمرتها واحد شويه في الفران الا ما تطحن لي في مونينكس. هذه الجنجلان حتى هي طحنتها وغربلتها داك القرفه. هذه الجنجلان خلطناها نص طحناه ونص خلينا هكاك وخلطناهم مع بعضياتهم، ضفتهم هنايا. بغيت ندير لها واحد القبيصه ديال الملح اخوتي العزاز، هي واحد شويه ماشي بزاف، وهاد القريعه ديال سميتو ديال المزهر، جابت هاد القريعه هادي الصغيره، انا كنستعمل القريعه الكبيره ديال 5 دراهم، جابت لي هاد القريعه الصغيره هي فيها ريحه فنا، واحد الزهر فيه واحد الريحه كتحمق. هاد القريعه انا عاد صراحه اول مره شفتها صغيره هكا، المهم درت داك الزهر والملحه، ندير واحد الرشيشه ديال الملحه ماشي بزاف، المهم راكم عارفين كيف ما كيقولوا على عينين الشيطان. هي صراحه كتعطي واحد الذوق زويوني شويه. صافي وهاد القريعه الزهر هانتوما كما كتشوفوا نقطرها تما كاينه كامله، راه فيها واحد شويه بالحق ريحتها صراحه ما شاء الله، ريحتها مجهده. هذيك القوام خلطته كله، والزيت خلاص راه حطيته قبيله يغلي، وخليته تقريبا واحد نص ساعه من اللي حطيته في الارض باش يبرد شويه، باش ما نديروش الزيت وهو سخون. الزيت روميه ضروري اخوتي خاصها طيب واحد شويه، اللي كيكون عنده اللوز راه حنا كنكونوا كنقليو فيها اللوز، كنحمروا فيها اللوز هكايا وعاد كنطحنوه. انا بحكم ما دارتش اللوز في السلو، يعني داك الزيت حطيته فوق البوطه وخليته كيغلي هكا واحد شويه، يعني طاب كما كنقولوا، ما بقاش الزيت خضر. صافي طفيت عليه وخليته يبرد واحد شويه، واخا هكاك راه مازال دافي بالحق، يعني ماشي هو سخون بزاف كما كتشوفوا. هنا راه درت 2 لتر ديال الزيت اخوتي، هاد القوام اللي قدني 2 لتر ديال الزيت مع ديك الطويصه ديال العسل اللي درت الزبده. الصراحه ما استعملت لا زبده لا والو، حتى انا في السلو ديالي ما كنديرهاش.
وصافي كنبداو نديرو كنعطيوه حنا واسماء العلي كيوا تبارك الله ما شاء الله رحنا كنخرجوه هو كيخرجهم لنا وحنا كنخرجوه منه والله الا كنحبسوا الكاميرا ونجلسوا كنعلكوا عليك يا ما تعلك حيت هو خوتي راه السر ديال سلو هو الدليك دلكم مزيان صراحه الله باش ضروري ما يبقاش يعني داك الطحين باش الطحين كيرطاب ما كيبقاش يعني الطحين حرش في القوام وداك القوام كيزيد يطلق ليدام ديالو كيطلق الزيت ديالو صافي كنبدا هكا نخلط دابا كنبداو نعطيو واحد التخلاط مزيان كنزيدو شي شويه هكا الزيت في التالي وصافي كنعلك انا شويه اسماء كتعلك عاوتاني شويه المهم كنتعاونوا عليه لما كنرتاح انا كنولي عاوتاني ندلك ايوا صافي حتى وجدناه الصراحه كنرقدوه في هذا البانيو هذا وكنخليه كنكمل تتمه النيتال الصباح عاد كنزيد نعلكو واحد شويه صافي وكنعمروا لها في السطيل ديالها هكا ولي كلشي لوجه الله سبحانه وتعالى والله يفك على خير يا ربي ويعطيها الذريه الصالحه ان شاء الله باذن الله والله يفك كل محوله على خير وبخير يا ربي حبيبي اللي كتمنى شي حاجه في خاطرها الله يعطيها لها هادشي اللي كاين وما تنساوناش اخوتي من اللايكات اللي سمع هاد القيطه ولا اللي بلغ لهاد المرحله فضلا وليس امرا والبارطاج للفيديو باش تعمل فائده ان شاء الله باذن الله واللي باغي يوجد سلو ان شاء الله رمضان راه كما قلت لكم اخوتي سلو غزال كيجي فن هي هو الصراحه ناقصه واحد شويه ديال اللوز نتوما اللي عنده الامكانيات زيدوه اللوز وكيجي ما شاء الله صراحه الله صافي دابا من بعد ما خلطت المهم داك الزيت فيه غندير له الطويصه ديال العسل اللي جابت لي هي قلت لها انا بلاش العسل قالت لي لا بغي كديرو هكا في السلو ديالها صافي درتو لها هادشي علاش خوتي العزاز المهم كيعطي هكا الاضافه ديال الحلاوه صافي اللي ما بغاش يدير العسل يزيد السكر كلاصي هكا اللي جاه السلو ديالو مسوس يزيد هكا يا السكر كلاصي هادشي اللي كاين هي فاش ضفت لها الطويصه ديال العسل لقيتو مازال خصو واحد شويه ديال الزيت يعني زدتو شويه راه دخل فيه خوتي جوج يطرو ديال الزيت عفوا سمحوا لي جوج يطرو ديال الزيت اللي دخل في هاد السلو في هاد القوام كما قلت لكم 3 كيلو ونص ديال القوام و 4 كيلو ديال الطحين وخلاص غتكون شي رابعه ما بين النافع وجنجلان والقرفه هادشي اللي كاين صافي كان مستمر هكا في التليك وكنبقى ندلك ونعلك ونقول شي ما علكتو هادشي اللي كاين اخوتي العزاء صافي دابا ان شاء الله باذن الله سلو خليته رقدته وخليته اخوتي تا الصباح وعاد زيد دلكتو واحد الدليكه هكا كنجمعو كنرقدو كنغطيه بواحد المنديل هكا غطيته بواحد المنديل البانيو راكم عارفين باش ما يطيحش فيها شي خشه ولا شي حاجه وخليته وفي الصباح اخوتي العزاز رجعت لكم هذا راه الصباح الثاني حيت الصراحه السلو راه صاوبتو معكم في الليل في الليل باش خلطناه دابا تبارك الله راه الصباح غزال هانتوما كيما الصباح راقد هكا في البانيو كنت غطيته بواحد المنديل في الطبله دخلته على الصالون حطيته في الطبله وغطيته بواحد المنديل صافي خليته تما كاين هاد الصباح هذا زدت علكته صراحه واحد شويه وبغيت ندير لكم تتمه الفيديو صافي دابا نعمرو لها ان شاء الله باذن الله في السطيل ونعيط لها ان شاء الله باذن الله باش نديو لها السلو ديالها للدار ان شاء الله باذن الله والله يفكها يا ربي على خير ويعطيها شي وقفه سهله مهله والله يفك جميع المسلمين ولا اللي عايش مع هذا الفيديو الله يفكه على خير اللي محول يا ربي حبيبي وهذا الشيء اللي كاين كنتمنى خوتي يعجبكم هذا الفيديو هذا وما تنساوناش من اللايك ديالكم والبارطاج للفيديو فضلا وليس امرا الله يسهل عليكم اخوتي بارطاجيو لنا القناه ان شاء الله باذن الله فضلا منكم وليس امرا سواء اللي عنده القناه صغيره ولا اللي عنده كبيره يبارطاجي لنا الفيديو هو تبارك الله السطيل ديال السلو راه قريب يعمر يعني بقى خصو واحد شويه راه عطاها ما شاء الله كميه خرجت لا باس بها تبارك الله وهو هذا السلو صافي عندي له ان شاء الله الغطيطيه ديالو نديوه لها